ما كانت الفرقة الإقليمية المحلية وبعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري واستعمال التقنيات العلمية الحديثة في مختلف التحقيقات في ظرف أقل من 24 ساعة من تحديد هوية المتورطين في قضية في هذه القضية السارقة، توقيف ست مجموعة تتكون من ست أشخاص، خمس شباب وفتاة. خلال نفس العملية طبعا تم استرجاع جميع المسروقات المتعلقة بالقضية، طبعا لم يتمكن المجرمون أو المشتبه فيهم من سرقة الأموال. عملية السرقة مست أجهزة إعلام آلي وأجهزة تقنية مستعملة من طرف موظفي المركز البريدي الفرعي. تم إنجاز ملف قضائي جنائي خاص بالقضية من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لإعداد السرقة. جناية السرقة المتوافرة لأكثر من شرط، طبعا شرط ظرف الليل والكسر والتسلق واستحضار مركبة، جنحة إخفاء أشياء مسروقة وجنحة عدم التبليغ عن أشياء مسروقة أو عن الجريمة. سيتم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لمحكمة